مصر. هذا الكلام يا أستاذ أحمد يعني من أسف أن يصدر عن وزير خارجية، لأنه كلام غير قانوني، ليس من حق مصر أن تلجأ إلى مجلس الأمن. ألا يدري أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتسوية النزاعات تقول صراحة إذا نشأ نزاع بين دولتين أو أكثر عليهم أن يلجأوا إلى تسوية بالطرق الودية، وهي المفاوضات والوساطة والتحكيم، أو عليهم أن يلجأوا إلى المنظمات الإقليمية أو المنظمات العالمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة. إذا كنا بنتكلم على الأمم المتحدة، الأمم المتحدة فيها جهاز رئيسي هو المسؤول عن الأمن اسمه مجلس الأمن. نعم. فإذا لم يكن من حقها أن تلجأ إلى مجلس الأمن، أمال تلجأ لمين؟ إيه اللي ممكن مجلس الأمن يعمله؟ إيه القرارات اللي ممكن يعملها؟ إيه اللي قدام مجلس الأمن في هذا الملف؟ مجلس الأمن زي ما قلت طبقا لل نعم طبقا للمادة اللي أشرت إليها، اللي بناء عليها قد قدمنا بطلبنا بالأمس يا أستاذ أحمد. أيوة. اللي هي المادة 35 من الميثاق، إن من حق أي دولة عضو أن تنبه مجلس الأمن إلى أي نزاع أو موقف من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين إذا استمر. إحنا استندنا لهذه المادة، قلنا له جاية لك الموقف ده إذا استمر كده يهدد السلم والأمن الدوليين، وأنت مسؤول عن أنك تتجنب هذا. أنا بقى مجلس الأمن أمامه عدة خيارات. أيوة. هو عليه مسؤوليات تحقيق حفظ والسلم الأمن الدوليين، عليه أن هو يتدخل لتسوية النزاعات سلميا ويراقب مدى تنفيذ هذه التسويات السلمية. هو عليه أن يراقب مواقف الدول من مدى احترامها من القانون. والميثاق أعطى نوعين من السلطات، سلطات طبقا للفصل السادس أن يصدر ما يراه مناسبا من توصيات. يقول أنا بأوصي الأطراف أني لابد أن يستمروا في التفاوض لحين الانتهاء إلى حل. أنا بأوصي الأطراف أن يمتنعوا عن القيام بأي موقف أو اتخاذ أي إجراء يمكن أن يهدد مسيرة التفاوض، ويجب أن يتوقف. وأنا هنا بأشير تحديدا إلى النهج الأحادي اللي دايما تهدد به أثيوبيا. تقول أنا مهما كان الأمر في التفاوض الذي تتحدثون عنه فأنا سأستمر فيما أنا خططت له بالنسبة لقواعد الملء والتشغيل. فيمكن أن هو يقول لا استمر في التفاوض وتوقفي عن أي إجراء أحادي، ولا يمكن أن تبدأي في عملية الملء أو التشغيل إلا بعد أن تتوصلوا إلى اتفاق. كل هذا يمكن أن يقوله. يمكن كذلك أن هو إذا وجد هيستمع إلى الأطراف وهيشوف المستندات المقدمة من كل الأطراف. إذا وجد أن هناك مشاكل قانونية أساسية حادة هو عاجز عن أنه هو يبدي رأي فيها، في الحالة دي يقول إيه، أنا بطلب من الأطراف المتنازعين أن يلجأوا إلى محكمة العدل الدولية لتقوم هي بتسوية هذا النزاع. هذا من حقه أن يدعوهما لهذا. كل هذا في إطار التوصيات التي يملك مجلس الأمن اتخاذها